بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، النهاردة نكمل مع بعض حل بوكلت برافو رقم 57، وده كان ثانوية عامة دور تاني 2019. هنبدأ دلوقتي بعنوان الوثيقة الأولى، لا فيل أو لا كامباني، المدينة أو الريف. طبعا القطعة دي بتتكلم عن المقارنة ما بين الحياة في المدينة والحياة في الريف، ودي طبعا كان مجموعة من آراء بعض التلاميذ أو بعض الطلبة عن الحياة في المدينة والريف. ونشوف دلوقتي ليزي اقرأوا سيز اوبينيون، هذه الآراء ديزيليف لتلاميذ دوليسي فيكتور هوجو أباري، تلاميذ من مدرسة فيكتور هوجو في باريس. أول واحد ديدير كانزو عنده 15 عام، بيقول لافيل المدينة سي بلو براتيك، هي أكثر عملا يعني عملية أكثر، بور فير لي كورس من أجل التسوق، اي بور سورتير ومن أجل الخروج. اون تروف فاسيل مون ان بار، نجد بسهولة منتزه، ان بيبليوتيك مكتبة، ان سينما، او ان باتينوار أو ساحة تزلج. يعني في المدينة، مدينة طبعا عملية، وبيقول لي من اجل ايه التسوق والخروج، وبنجد بسهوله الحاجات دي اللي هي البارك والبيبليوتيك والسينما والباتينوار. الا كامباني في الريف، اونيل وان دو بيروي، نكون بعيدين عن الضوضاء. ياسمين دي سيت ان 17 عام، بتقول جي بريفير لا كامباني، انا بفضل الريف. بارسكو سي كالم، لانه هادئ. اي لي ميزون سون جراند، والمنازل كبيره. اون بي افوار ان شيان، ممكن الحصول على كلب او ان شاء او قط. اون بي فير دو سبور، نستطيع ان نمارس رياضه. اون بلان اير، في الهواء الطلق. اي جوي ديور افيك لي كوبان، واللعب بالخارج مع الاصحاب. يبقى ياسمين دي بتحب الريف. الان كانزو عنده 15 عام، بولدون لافيل في المدينة إليا ترو دو بروي، يوجد ضوضاء كثيرة. دو فواتير، وسيارات، دو بيس، أتوبيسات، إي دو تاكسي، وتاكسيات. بعد كده جي بريفير لا كامباني، أنا بفضل الريف. باسكو لير إي بير، لأن الهواء بيبقى نقي. ليز وازو، والعصافير شانت تغني. إي سي بلو كالم، وأكثر هدوءاً. يبقى ألان برضو بيحب الايه الريف. أليكس ديزويت آن، عنده 18 سنة. ألا كامباني، في الريف سيترو كالما، يعني الجو هادئ جدا. سي نيو، ودي حاجة مملة. إليا بوكو دانيمو، يوجد كثير من الحيوانات. أونفيل في المدينة سي بلو انتريسانت، يعني شيقة أكثر. بور ليجون للشباب. اليا ترو دي اكتيفيتي، يوجد كثير من الانشطه بور لهم. لي ترانسبورت سون تري فاسيل، وسائل النقل سهله جدا. سي سوبر، ده شيء ايه رائع. بالنسبه للاسئله، شوازي سي لا بون ريبونس. واحد، سو دو كومون اي تام بور ام، الوثيقه دي عباره عن منتدى سور اون فيل اي على كامباني. لو ترافاي، لي مويان دو ترانسبورت، لافي لي زابيتون، طبعا الإجابة لافي، تمتدك عن الحياة في المدينة وفي الريف. اتنين، ديدير اي الان، اون لو ميم، ديدير والان لهم نفس الايه؟ العمر، اج، اما افي الرأي، جود، الرغبة، كاركتير، السمة، طبعا لا، شوف كده نتأكد، ديدير والان، ادي الان عنده 15، وديدير برضو عنده 15، فالاثنين لهم عمر واحد. بور ياسمين، بالنسبة لياسمين، نقط على كامباني، اليا ترو دو بروي، يوجد كثير من الضوضاء. لير ني بابير، الهواء ليس نقي. لافي كالم، الحياة هادية. لي ترانسبورت سون تري فاسيل، المواصلات سهلة جدا. الإجابة رقم سي، الحياة هادية، ده بالنسبة لمين؟ لياسمين. بتقول انا بفضل الريف اول لان ايه سي كالم. اربعة، اليكس بونس كو على كامباني اليا. اليكس هنا بيعتقد ان
à la campagne du Rif, you get trop d'activités pour les gens, en structure les chabab, plusieurs moyens de transport, à la dit de Noisel et Nak, des bibliothèques, maktabat et des cinémas, beaucoup d'animaux, Kassim Nalhayonet, des ça. Les recommandes dit. Khams, Alex trouve la vie en ville. Alex Biagid, Al-Haya, Fi, Al-Madina, Ennuyeuse, Moumilla, Calme, Hadia, Intéressante, يعني ممتعة وشيقة disagreeable غير رائعة يعني يبقى ناخد رقم C اللي هي interessant ده بالنسبة لمين يا جماعة Alex ونشوف هنا بيقول إن الحياة c'est bleu interessant هنا هون إيه en ville ده بالنسبة لAlex شوف كده Alex trouve la vie en ville interessant صح ستة نوع بريفير لافي على كامباني مين هنا بيفضل الحياة في الريف ألاقي هنا مين ياسمين وألان هما الاثنين دول اللي بي ايه بيفضلوا الحياة في الريف أما ياسمين وأليكس أليكس وديدير ألان ايه أليكس يبقى هنا الاثنين دول ياسمين ومين وألان ونتأكد برضو أدا ألان بيقول أنا بفضل الحياة في الريف وياسمين ايضا بتفضل الايه الريف الاسئله اللي بعد كده وثيقه عباره عن لي فرانسي برين تيروا ريبا بارجور الشعب الفرنسي يتناول ثلاث وجبات في اليوم نقطتين بيشرح لي ايه بقى اللي جاي ده ايه الثلاث وجبات لو بيتي ديجوني الافطار لو ديجوني الغداء ايه لو دينر والعشاء ليزيم فامبرين الاولاد يتناولون سوفون غالبا انغوتي تصبيره ابريلي كول بعد المدرسه يبقى بره المدرسه لي ريستورانت سيرف دي ريبا اون جينيرال المطاعم بتقدم وجبات عامه من الساعه 12 ا 14 من الساعه 12 للساعه 2 بعد الظهر اي 12 ديزني فير ا 22 ومن الساعه 7 للساعه 10 دي مواعيد المطاعم مي اون بو مانجي ولكن نستطيع أن نأكل دون زان فاست فود في مطاعم الوجبات السريعة تتلى جورنين طوال اليوم يبقى مطاعم الوجبات السريعة دي متاحة طول النهار لي مجازان المحلات سون اوفيرت تفتح دوني فير ديزني فير تفتح من 9 الصبح حد الساعة 7 مساء دون ليبيتيد فيل في المدن الصغيرة اي ال سون فيرمي وديمانش والمحلات دي بتقفل يوم الايه يوم الحد سي ديفرانت دون لي جراند بيقول لك يوم الاحد سي ديفرانت دون لي جراند فيل وده مختلف طبعا بالنسبه للمدن الكبيره اي لي سي توريستيك والاماكن السياحيه لو مردي يوم الثلاث تو لي ميوزي سون بيرمي كل المتاحف بتبقى قافله اي سي لو ميركوريدي ويوم الاربعاء كو لي نوفو فيلم افلام جديده سورت او سينما تعرض في السينمات ده بالنسبة للوثيقة يا جماعة. السؤال الأولاني شوازيسي لا بوني بونس. سبعة. سو دوكومون دون ديز انفورماسيون سور نوت ان فرانس. الوثيقة دي بتديني معلومات عن إيه في فرنسا. دي ليو بابليك يعني أماكن عامة. دو سيت توريستيك أماكن سياحية. دو بيتيت فيل مدن صغيرة. دو جراند فيل مدن كبيرة. الإجابة رقم أ. اللي هي الأماكن العامة زي المتاحف والمطاعم والمحلات والسينمات إلى آخره يعني. رقم 8 سو دوكومونو زانديك يعني تبين لنا دو نوفو فيلم أفلام جديدة ديزورير دوفرتير دي كوميرس عن مواعيد افتتاح المحلات التجارية دي سي توريستيك أماكن سياحية دي ميوزي فرانسي متاحف فرنسية الإجابة رقم بي هي اللي صح تدينا مواعيد افتتاح بعض المحلات التجارية زي ما قلنا رقم 9 لازم بقى فرنسي برين لير جوتي الأولاد الفرنسيين يتناولون التصبيرة بتاعتهم أفان لكل قبل المدرسة أورد لكل خارج المدرسة أو سيلفي في المطعم المدرسة على ريكرياسون في الفسحة يبقى رقم بي هي اللي صح رقم 10 لي فاست فود اللي هي الأطعمة السريعة يعني سيرف ديريبا بتقدم وجبات من الساعة 7 للساعة 10 فقط ولا دوزير ا 14 من 12 ل 2 بعد الظهر فقط ولا توتلا جورني طول النهار الإجابة دي صح
اما اديزير في جزء يعني في ساعات محدده لا. رقم 11 اون فرانس بفرنسا سون فيرمي لي ماردي، ايه اللي بيبقى مقفول يوم الايه؟ يوم اللي هو الثلاثاء، لسينما لريستوران لزيكول لميوزي، اكيد لميوزي اللي هي الايه؟ المتاحف. بنيجي بعد كده على رقم 12 لسينما بريزونت دو نوفو فيلم، بتقدم افلام جديده يوم ايه؟ يوم الاحد ديمانش ولا ماردي ولا ميركوري؟ دي الاربعاء اكيد هي الايه؟ الاربعاء. اما الجمعه لا. ونتاكد من الكلام ده اهو، الاربع السينمات بتعرض افلام ايه؟ افلام جديده. ويوم الايه؟ الثلاث ده المتاحف اهي بتبقى مقفوله كلها. خلاص ده بالنسبه للايه؟ القطعتين. نبدا دلوقتي في حل المواقف. 13 فوز انكوراجي فوتر فرير، انت تشجع اخوك. افير دو سبور في ممارسه الرياضه، كيسكو بدي تقول له ايه؟ سي سوبر شيء رائع، سي اوريب لهذا بشع، سي نيو ده ممل، سي فاتيجان ده مرهق. يبقى طبعا الاجابه الاولى، لان كل الاجابات الثلاثه التانيين سلبيين. فودي ماندي افوتر امي، انت تسال صديق. كلي لا بروفيسيون دو سون بير، ما مهنه والده؟ وظيفه ابوه ايه؟ كيسكو بدي تقول له ايه؟ كومون فاتون بير، كيف يكون كيف حال والدك؟ كل سيزون ايم تون بير، اي فصل والدك يحب؟ كيفي تون بير، ماذا يعمل والدك؟ الاجابه دي صح. تي ام لا بروفيسيون دو تون بير، تحب وظيفه ابوك؟ لا. 15 بوردي مانديلو بري دين شيميز، بتسال عن سعر او ثمن قميص. كيسكو وديت سي كل كولير لونو ايه؟ سي كل تاي مقاسه ايه؟ سي لا سي تا شيميز ده قميصك، سي كومبيان بكام رقم دي؟ المجموعة الثانية كل موقف بدرجتين ونركز. اوريون دي برودويليتير في قسم منتجات الالبان. كيسكو بوديت هتقول ايه؟ دو بواسون سيلفو بلي، يعني سمكتين لو سمحت. دو باجيت رغيفين فينو او العيش الطويل فرنسي لو سمحت. دو بوم تفاحتين لو سمحت. دو ياقورت اثنين زبادي سيلفو بلي. يبقى الاجابة دي اللي صح. فوزي ميلا لكتير، انت تحب القراءة. كيسكو بوديت جوني لي جامي، لا أقرأ أبدا. جوديتيست لا لكتير، بكره القراءة. لا لكتير سي ما باسيون، القراءة هوايتي دي صح. لا لكتير سينيل، رديئة لا. 18 ان اميبو زانفيت، صديق يدعوك. اجوي افيك لوي، انك تلعب معاه. فو فوز اكسكوزي، انت تعتذر. هتقول له ايه؟ ما جامب ايكاسي، رجلي مكسورة مش هقدر، دي صح. افيك جراند بليزير، بكل سرور. داكور موافق، سي سوبر شيء رائع، سيتين بون ايدي، فكرة جيدة. طبعا التلاتة دول بيدل على القبول، اما الاولانية دي رفض. المجموعة اللي بعد كده 19 هنا شوازيسي لا بون ريبونس. سؤال قواعد نركز فيها يا جماعة. البار اللي هو يتحدث انوات امي، هنا امي مفرد مؤنث بس بادئ بحرف متحرك، هناخد له ايه؟ صن. المفروض ناخد صا بس عشان بادئ بحرف متحرك، لا. يبقى البار ا صن امي هو يتحدث الى صديقته. اما صا للمؤنث اللي بادئ بحرف ساكن، سي للجمع، لير برضه للجمع. 20 تي تليفون اكل كان، انت بتتصل بشخص ما، خلي بالنا لما الاقي كل كان في الجمله اخد بيرسون على طول وانا مغمض كده، يبقى انت بتتصل باي احد؟ نو جيني تليفون ا بيرسون، لا اتصل باي شخص. 21 اي تون بوان دو فيو، عايز اقول ايه وجهه نظرك. كلمه بوان دو فيو دي كلمه مفرد مذكر، يبقى ناخد كل الاولى، يبقى كلي تون بوان دو فيو. اما كل دي للمؤنث، كل دي جمع مذكر جمع مؤنث. 22 ال سودي بلاس نقط بيس، هم يتنقلون بالاتوبيس. هنا الاتوبيس ما فيش قبله اي حاجه، ما ينفعش طبعا ناخد دون ولا او ولا بار، وهناخد ايه؟ اون، ليه اون ايه؟ اون بيس. الجمله رقم 23 نوزافون مانجي، نوع كونفيتير، كونفيتير دي مربى مفرد مؤنث، يبقى ناخد مانجي دو لا كونفيتير.
اما دو للمذكر دي للجمع دو طبعا لما يكون فعل منفي 24 اير يبقى ماضي مركب نو نقط الا بي سين نسال لهم دي مضارع ما تنفعش فيان دالي طبعا ده ماضي حديث بس طبعا لازم يكون فيها للجي او التي هنا اللون اللي دي مستقبل يبقى ناخد صوم اللي هي رقم دي 25 جون وفي كوما يبقى هنا بعدها امر امر مع تي يبقى ليف توا تو يعني استيقظ مبكرا هنا طبعا ده امر ذو ضميرين مثبت يبقى بجيب ليف وبعدها ايه توا سوكا في هذا المقهى اوفر دي بواسون بيقدم مشروبات والمشروبات جمع مؤنث يبقى ناخد لها فريش اللي هي رقم بي 27 لوبيتون مارش احد المارة يمشي لو تروتوار على الرصيف يبقى سير يعني فوق الرصيف اما دون ما تنفعش او والا 28 الزوم بارلي دو سيت استوار هل هم تحدثوا عن هذه القصة والنقط اون بارلي نعم هم تحدثوا عنها يبقى ناخد اون ليه لان هنا المفعول به مسبوب ايه بدو يبقى هم تحدثوا ايه عنها 29 جوني بافام لم اعد انا لست جوعان جيني فو با مانجي انا لا اريد ان اكل كثيرا اللي هي ايه بوكو انفعش ان بو دو ولا بوكو دو لان عايز حاجه بعدها اذا اسم بعدها تري عايز صفر بنيجي على الأسئلة المقالية سالي نزلها جو سي أنا أعلم كو تاب واتير إي إن بان إن عربيتك اتعطلت كل مويان دو ترانسبورت برون دو تي مينتينو أي وسيلة مواصلات تركبها الآن جي برون دو لو مترو أنا بركب الإي المترو بوركواتي بريفير سو مويان ليه بتفضل هذه الوسيلة نقول كده هو كار إلي رابيد بكتب إن هو إيه كار او بارسكي ايه كار ال اي رابيد لان ده سريع مثلا ام 1 شير ايه ابلوس بنيجي على سوجي الموضوع بقول لك ايه كريفي سو سوكو فو فيت او سوبر مارشي اكتب عما تفعله في السوبر ماركت هنا ريون اقسام واليمون اغذيه لي فوندريدي جي في او سوبر مارشي افيك مامير يوم الجمعه اذهب الى السوبر ماركت مع والدتي بور فيرلي كورس لكي نتسوق اوريون في قسم برودوي لتيير منتجات الالبان اون اشيت دو فروماج بنشتري جبنه اي دي يا اور وزبادي او ريون بان في قسم المخبوزات اون اشيت دو بان اشتري خبز اي دي كرواسون اوريون برودوي في قسم برودوي دو لامير منتجات البحر اون اشيت دو بواسون اشتري سمك اوريون بواسون في قسم المشروبات اون اشيد لو بيشتري ميه اي دي جي وعصائر وبكده اعزائي طلبه وطلبات الصف الثالث انتهينا من بوكلت رقم 57 واتمنى ان احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو لو في اي اخطاء او في اي استفسارات اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله ارد عليكم وكده انتهينا وما ننساش طبعا الاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.